يمكن حنا غادي الا سمحتوا غادي نمشي مع تنسيب واحد شويه باش نشوفوا الصياغه كواحد المنظومه اللي هي كندخلوا ليها واحد الحاجه وكنخرجوا منها واحد الحاجه كمنظومه كندخلوا ليها واحد القدره ديال الصيد اللي هي ربما تكون عدد ديال المراكب ربما تكون عدد واحد المعدات واحد الشباب واحد العدد ديال الايام ديال العمل وهذه القدره ممكن يقيموها الناس ديال البحث العلمي كيفاش على الحلقه ومن واحد الناحيه اخرى هذيك المصيبه كنقدروا نخرجوا منها واحد الكميات ديال الصين هي اللي واحد الانواع ربما تكون مصيبه في الدوله دابا هو العمل شنو هو التدبير هو شنو هو الهدف ديالو هو يكون عندنا توازن بين هاد المدخلات اللي كنخرجوا منها الصياده وداكشي اللي كنخرجوا كنلعبوا ماشي على كنلعبوا على قدرة الصيد من ناحية ديال العدد والكمية وكنلعبوا على التدابير التقنية بحال لي زونسون مثلا السمعار الشكل ديالهم المعايا ديال الفيدي وهذا اللي كتسمى التدابير التقنية مصاحبة الهدف من ذلك إلا درنا هاد التدابير بالطريقة المهمة زعما المثال اللي خصنا نديروها هو يكون عندنا كما قلت التوازن في واحد المجال محدد يعني اذا كان عندنا واحد المجال محدد وطبقنا عليه واحد الجهد اللي متوازن مع ديك الكميه ديال المخرجات اللي غادي في الحاله غادي حنا نتوصلوا لاننا نديروا واحد التدبير متكامل ومتوازن بهذيك المنطقه هذاك الشيء باش الزوني كيف رد راسو باعتبار ان الزوني كيمكننا من اننا نديرو قدرات الصيد اللي كتوالم هذيك المنطقه اما اذا بقينا كل شيء كيصيد كل شيء في ما بغى وقت ما بغى يعني في ما كيبان الحوت كنمشي في ما كيبان في ما كيهبط الحوت ما كيكونش الحوت كنهربو يعني وهادشي كيخلى منطقه العريش ربما توصل مع الاسف الحاله اللي راهي فيه كنتمنوا عندي انتعاشة ربما ديال الكروبيك تكون بداية خير وربما هاد الشيء يزيد يتحسن إلا طبقنا تدابير من هاد النوع دونك كما قلت التنطيق هو شنو هو تثبيت ديال واحد العالم محدد من المراكب في وحدات مكانية أو متجانسة اللي كتحتم علينا باش نديرو التفريق في واحد الميناء ولا ربما جوج أو ثلاثة كما درنا في الجنوب في واحد علما ربما تكون واحد البيريود واحد هذا اللي كان نكون في واحد المناطق كبيره ومن بعد كنوصلوها بشويه لان طبيعه الحال كتختار هذا الشيء استراتيجيات الصيد ديال المراكب وبالتالي خصنا واحد المده على ما كيكون واحد التحول في هذه الاستراتيجيات ديال الصيد الاهداف كما قال الاخ من ناش قبيله ديال التثبيت ديال هذه الوحدات المجاليه يكون وفقا للقدره البيولوجيه ديال هذه المنطقه وطبيعه الحال هذا الهدف ديال الاساسي هو الحكم الظاهره ديال التحولات الموسميه والمنطقه الاخرى اللي كتؤدي كما قلت للتسابق على صيد الاسماك وبالتالي كيعترف المجهود ديال الصيد في واحد المنطقه معينه ربما في واحد الاوقات اللي كيكون الحوت ربما كيولاو ولا كينجو بيني ولا هادشي وهادشي ما كيساعدش على ان هذا المخزون يتولد بالكيفيه اللي خصو يتولد بها وبالتالي يكون هناك ضغط موسمي على بعض المصايد واستغلال الفريق الذي ادى ربما الى استنزاف بعض الاصناف خصوصا المشي الهدف المهم واللي ربما انتم تقولوني دابا هو ان هي غادي يوليو مسؤولين على ديك المنطقه اللي كيصيدوها بوحدهم ما غاديش يبقى غير صاحبي يقول انا الا ما صيدتش انا غادي نمشي لاخر يديها غادي يوليو الناس ديال العريش ربما غادي يقولوا اليوم حنا ما كاينش الحوت ما غاديش نخرجوا ولا دابا راه غادي ناخذوا هاد القطعه الفلانيه اللي غادي نستعملوا وهذا الشيء كيساعد ان كيرفع المسؤوليه والوعي ديال الحاره كيحب استغلال المنطقه اللي هما كيبقاو مسؤولين عليها وما كتعرفش زعما ما كتكونش مستهدفه من بحار اخرين اللي كيجيو من مناطق هنا للتفكير كيفاش جا هاد زعما تاريخيا كيفاش جا هاد المبدا ديال التصديق اللي هو ربما كان واحد الطريقه ما كانش
من بعد هاد التطبيق اللي جا ديال 2020 اللي ولات عيون عاود مزولة على طعم الأكاديمية وكذا، اللي حتى هي عطات نتائج إيجابية كما لاحظتو، كان يعني كانت مرات الإنتاج طعم يعني هادشي كيما قلت لي الأخرى اللي راه تبقى يعني وهكذا تدريجيا يعني لا في الجنوب ولا في الشمال هناك تقبل كبير ومطالبات تطبيق هذه المبدا، ودابا ان شاء الله حنا كنطمحوا انا نقول في مصايد اخرى وخصوصا المصيده ديال الجنوب. هنا غير تذكير كيما قلت لك الاخ طويله وشنو هما المناطق كيفاش تطبق فيها ديال في الموسيقى الكلاسيكية الجنوبية، الموسيقى الكلاسيكية الصغيرة، كانوا عندنا واحد ثلاثة ديال هذه المصايد الكبرى، ومن بعد دابا ولاو عندنا ستة، وزعما داكشي تقريبا نقدر نقول داز بسلاسة، والحمد لله المسائل ممكن أنها تطور ونمشي علمي ذلك بالنسبة للموسيقى ديال الثاني اللي دابا حنا كنتمناو اننا نمشيو فيه بعيد ونتمناو ان الفيسبوك تفاعل مع هذا الاقتراح اللي هو التقسيم ديال المناطق ديال السفن الصيد الساحلي بالجر، اللي هو كما قال الاخ مني نراش اعتمد على الحركيه الحقيقيه الممكنه في هذه السنوات الاخيره اللي كتظهر من فينيس، يعني الناس كيفاش كيصيدوا والغالب اللي يديروا شنو هو لي بوغ اللي كيتحركوا بيناتهم باش ما نكونوش باش ما نجيوش بغتة ونكثروا على الحركية ديال هذا، غنكون ربما واحد التغيير نسبي بطبيعة الحال لأن الهدف هو أننا نحدوا من الجهود ديال الصيد، ولكن نسبيا حاولنا نبقاو خصوصا في الشمال في المناطق اللي هما عادة كتصيدوا فيها يعني